دكتورة، كتير منسمع عن كلمة التنمر، أكيد هالكلمة متشعب إن كان بالتصرفات أو بالكلام. بالمملكة العربية السعودية داخل المدارس كيف بيتم تعريف التنمر؟ بشكل عام التنمر سواء كان داخل السعودية أو خارج السعودية، التنمر هو سلوك عدواني متعمد ومتكرر نشوفه بشكل داعم يهدف إلى إيذاء شخص آخر. يمكن أن يحدث التنمر في أي مكان، سواء كان مدرسة، سواء كان عمل، حتى في الانترنت، حتى في الإذاعة ممكن يصير، أو بالتلفزيون حتى. نعم. ويمكن يكون له آثار سلبية طويلة الأمد طبعا على الضحية. نعم. طبعا هو تنمر جسدي، هو ثلاثة أنواع تقريبا. تنمر جسدي عبر استخدام القوة البدنية، مثل يعني إذاء الضحية سواء كان ضرب أو دفع أو سرقة، أو يكون التنمر اللفظي وهو استخدام كلمات إيذائية مثلا زي إيذاء الضحية، يعني مثلا يقول له يسبه أو يشتمى أو يهددى، أو تنمر عاطفي. نعم. وهو استخدام السلوكيات طبعا غير اللفظية البديئة، سواء كان باليد أو بالكلام أو عبر العزل، التجاهل، الإهمال، أو نشر شائعات مثلا. نعم، بالتأكيد له أشكال مختلفة. يا ترى بيختلف من بلد لبلد، من بيئة لبيئة، من عادات لعادات، ولا لا كله نفس الشيء تقريبا؟ يعني اليوم مثلا اليوم بالسعودية في أشياء معينة، مثلا إذا اليوم عم نحكي داخل المدارس أشياء بتكون موجودة نوع من أشكال أو أنواع التنمر مثلا ممكن تكون مقبولة برا، ولكن هون اليوم بالسعودية بالمدرسة موجودة ولكن تعتبر تنمر مؤذية. نعم فضل. نعم صحيح. يعني في كثير سبحان الله من كثير من الطلاب والطالبات يحدث منهم تنمر داخل المدرسة، سواء كان حتى بعض الأحيان يكون من نفس زملاء المدرسة لكن يكون برضو خارج المدرسة. نعم. عبر السوشيال ميديا، عبر تطبيقات الانترنت وما إلى ذلك. فالتنمر هو واحد لكن ممكن يزيد أو ينقص على حسب فاعلية المجتمع. إذا كانت متشبعة بالإنفعالية والعدوانية طبعا، لأن الشخص المتنمر فيه ميزة، ما نقول ميزة، نقول صفة سيئة، اللي هي السيطرة على حب السيطرة على الآخرين وإيذائهم، يتلذذ بإيذائهم سواء كان بالنظرة أو بالقول أو بالإشارة. سبحان الله، يعني صاير هو ديدنة هذا الشيء. نعم. لماذا؟ لأن أغلب المتنمرين يشعرون بالنقص. نعم. طب هوني معلش بدي اتوقف معك، يمكن لكثير من المستمعين بس تنفهمون الفرق. في بعض الاحيان الاهل بيكونوا مبسوطين وبيعتبروها نوعا ما قوه شخصيه بابنهم او ببنتهم، لما تكون البنت او الابن شوي هيك يجي شكاوي عليها من المدرسه انه قويه على اصحابها، بتزعلهم، بتبكيهم، بتاذيهم، او حتى للطفل مش فقط البنات هون عم نحكي. صحيح، ممكن يكون الأسرة نفسها الأم أو الأب حدث له موقف مثلا هو صغير، فلما كبر صار يعني يعلم أولاده أنه اللي يضربك أضربه. نعم. اللي مد يده عليك مد يدك. إذا كان هو يحكيك بأسلوب سيء أنت حاكو نفس الحكاية بأسلوب سيء، عفوا وحاكو بأسلوب سيء. إذا كان نظر لك بهالنظرة أنت رد عليه بعشرة، وهكذا. فهو يعني تراكمات أو هيستوري قديم لكل شخص يربي طفل. فإحنا ننتبه، إذا كنت أنا في يوم الأيام عانيت من تنمر، لازم أنا أعالجه، ما أتركه للحظ أو للإمكانية أو أنه مجتمع أنا راح أقدر عليه. لا، مستحيل. أنت لازم تعالج التنمر فيك عشان تعالجه أيضا في أبنائك. نعم. ممكن لا قدر الله في أحد التنمرات يضربه بضربة قاضية يسبب وفاته، وكثير سمعنا قصص أستاذة هدى. طبعا كثير. نعم. طيب اليوم دائما المتنمر بيكون في مشكلة، منه لأنه شخص شخصيته قوية أو شخص بيحب السيطرة. في الغالب دكتورة بده يكون في شخصية مهزوزة متخفية أو متخبية خلف هذا التنمر برأيك؟ أي نعم، أغلب التنمر هي مشاكل نفسية، ويجي بعض الأحيان مش مشاكل نفسية، بس الغالب زي ما قلنا هي مشاكل نفسية. أما يكون عنده شعور بالنقص أو الحاجة إنه يبغى يسيطر، سبب هيستري قديم له، سبب هيستري قديم له، أو يكون عنده أساساً هو في نزعة عدوانية وتربية قديمة فأثرت فيه،
أو قلة تعاطف، يمكن أهله ما حضنوه بالحب والتعاطف والمشاعر الدافئة، فبالتالي هو جالس يطلعها على الآخرين وهكذا. فهذه الصفات هذه تجعل المتنمر يحاول أنه يستفز الطلاب أو زملاء داخل المدرسة أو في المدرسة أو حتى في المجتمع أو حتى في الإنترنت، حب كذا، حب السيطرة فقط لا غير. يعني بالنهاية التنمر هو أذى الاثنين، للي عم يتنمر واللي عم بيتم أذيته. أو بالضبط. اليوم قدي في خطورة على الأطفال، لأنه التنمر بالتأكيد بشكل خطورة على الأطفال بشكل خاص والطلاب بشكل عام، يمكن كتير منهم ممكن يتركوا دراستهم. شو أهم الأشياء اللي ممكن يسببها على نفسية الطفل، الأذى اللي ممكن يسببه؟ طبعا صحيح، في حاجة مهمة جدا أبغى أقولها، إنه المشاكل النفسية الشخصية اللي يعاني منها المتنمر تؤثر عليه هو أولا، ثم تؤثر على الزملاء. يعني ما تأثر على الزملاء أولا، لا، تأثر عليه تخيلي نفسيا هو أولا، ثم تأثر على الناس. طيب إذا كان أنا عندي متنمر في المدرسة وابني متضرر، أنا إيش أعمل؟ أول حاجة أني أنا أثقف، لازم التوعية، ضروري التوعية لابني أو بنتي، أنه مهما يجيك من المتنمري انتبه، يجب أن تتعامل بالطريقة هذه وتترك هذه الكلام. إذا شفت شخص يعصب عليك تبتعد عنه. يعني إحنا قدر إن كان نعطيه كل المعلومات أو التوعية اللازمة عشان يتثقف ويكون على دراية بمخاطر التنمر وكيفية التعرف عليه. أيضا عندنا عبر البرامج التوعية، مثل الآن الله يجزاك الخير أستاذة هدى، برنامجك الآن وأنك تتكلمين في التنمر، شيء رائع جدا أنك تذكرين هذا الموضوع. إحنا نعاني من حتى في مستوى المجتمع، حتى مستوى العمل موجود. فيفترض أنه توعية، ثانيا بناء المهارات الاجتماعية. أنا لازم أعزز وأعلم أطفالي المهارات الاجتماعية اللازمة عشان يتعلمون أكثر كيف يتعاملون بطريقة إيجابية مع الآخرين. أيضا عبر البرامج التربية الاجتماعية والعاطفية والإذاعية أيضا أو التلفزيونية، برضو عندنا نفس الشيء، لازم عشان نخلق بيئة آمنة. البيئة الآمنة هذه تكون فيها إيش بالضبط؟ يكون فيها الحب، العطف. أنا بيني وبين ابني وبيني وبين بنتي أحسسهم بالحنان والحب عشان ما يبحثون عنه في مكان ثاني، حتى لو تنمر عليهم شخص آخر يبتعدوا عنه لأنهم مكتفين، يشعرون بالاكتفاء. فلازم أنا أعلم ابني الاحترام والقبول ويعيش فيها. أنا لازم أكون قدوة أمام ابني وبنتي عشان يشعر بالاحترام والقبول، بحيث أنه ما يأثر فيه أي شخص كائنا كان. نعم، أهمية أنه الأولاد يحكوا. كتير أولاد بيتعذبوا بالمدرسة، بينأذوا من زملائهم، ولكن ما بعرف ليه بس يوصلوا على البيت ما بيحبوا يحكوا بالموضوع، بيخافوا إذا حكيوا الأهل يروحوا على المدرسة. في تنمر في بعض الأحيان بيكون من المدرسين حتى، مش بس من الطلبة. وبتلاقي للأسف بتلاقي ما بيرضى يحكي الطالب لأنه بخاف الأهل يحكوا. أنا بتذكر في قصة وكانت بالنسبة إلي صاعقة، مدرسي كانت تقسى بالحكي على الطلاب، وإذا إجا حدا من الأهل شكى توقف بنص الصف وتقول أنت أبوك أو أنت أمك إجا شكت ليش حاكي علي. فصار في خوف ورعب عند الطلاب يقبلوا منا أي شيء لحتى ما توقف بالصف وتخبر قدام بقية الطلاب أنه أنت شكيت. فالولد بالضبط كيف لازم يحكي، كيف نعوده انه يكون يجي يقول شو عم بيصير معه وما يخاف؟ هذه نصيحة حبيبتي أستاذة هدى، نصيحة مهمة جدا لكل من يشعر بالتنمر أو يعني سبق أن تعرض بالتنمر. أول حاجة تحدث إلى شخص تثق به. يعني أنت لازم أنت تبحث عن شخص تثق به، حتى سواء كان في المدرسة ممكن إحنا نلجأ للمرشد الطلابي، أو عند العودة إلى المنزل أذكر هذا الشيء لوالدي أو والدتي، بحيث أنهم يعالجون المشكلة بطريقة تربوية. يعني ما يصلح أنه أنا أعرف أنه هذا التنمر حدث في المدرسة وأجي على طول أنا أبدأ أصارخ وأخانق وكذا. أنت الآن تعد تنمر أيضا يا ولي الأمر أو يا ولية الأمر، فأنت يفترض أنك تعالج المشكلة بطريقة تربوية. أول شيء والطفل نفسه إحنا نعلمه هذا الشيء، نقول تحدث إلى شخص تثق به، ضروري مرشد، أمك، خالك، عمك، أي أحد تحس أنك أنت تثق فيه ويكون ثقة أنه يحل المشكلة بطريقة تربوية. ثانياً
قم بتسجيل الأحداث، اكتب الحدث الذي حدث ووضع له تاريخ، حتى انه لو قدر الله انه يكون في مشكله اكبر انت تكون عندك علم بكل شيء وتتذكر كل شيء عشان تذكر هذا الامر لوالدك او والدتك او المدرسه نعم او المرشد الطلابي. ايضا ابتعد عن المتنمر، مهما شفت منه انت تنمر او شيء ابتعد عنه، تجنبه. ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد من أمسك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذا نعم. هو اللي قاعد يتحكم في نفسه نعم. أيضا بناء ثقتك بنفسك، أنت لازم تبني ثقة بنفسك وتتذكر دائما أنت مش لوحدك، هناك أشخاص كثير ترى يهتمون فيك، بس أنت اختار فقط الاختيار الأنسب. حتى لو أنت حدث تنمر داخل المدرسة وأنت خايف أنه الأستاذ هذا يعيد مرة ثانية التنمر هذا عليك، وصرت أنت تخاف أنك تذكر هذا الشيء لوالدك أو والدتك نعم. لا تهتم. التربية أو وزارة التعليم شديدة جدا، عندنا قواعد السلوك والمواظبة للطالب شديدة جدا، سواء كان من طالب يعني على طالب أو من معلم على طالب أو من طالب لمعلم أو من مرشد إلى طالب مهما كان نعم. وهي شديدة اللهجة. مين هي الجهة المسؤولة عن التصدي للتنمر في المدارس السعودية، إن كان بقلب المدرسة أو إن كان خارج المدرسة؟ يعني إذا الواحد ما عرف يحل الموضوع داخل المدرسة وين ممكن يتجه؟ أول حاجة الإرشاد الطلابي، الإرشاد الطلابي الآن متمكن جداً، وعندنا في وزارة التعليم لجنة خاصة متخصصة في الإرشاد، الإرشاد الطلابي والمعلم. تخيلي الآن في برامج في برامج توعوية بهالخصوص بقلب المدارس؟ نعم نعم، في برامج، في محاضرات، في لقاءات، فيه بعد ما دخل الأونلاين صرنا ندخل المحاضرات. في بعض المدارس تفتقر لهذا الشيء، ما تهتم في يعني بشكل، ممكن تكون تتغطى بظلال انه انا افعل وافعل لكنها لا تفعل، لكنه واقعي موجود في كثير المدارس انه كثير يهتموا بالطلاب، لكن في مدارس للاسف شديد لا تهتم، فهذه يجب ان يعني يسلط عليها الضوء. ايضا خارج المدرسه اذا كان مثلا فيه تنمر مثلا انترنتي، موجودة اللجان، موجودة النيابة العامة، موجودة عندنا الهيئة الأمر معروف والنهي عن المنكر، أيضا برضو نفس الابتزاز والأمور هذه كلها موجودة عندهم. أيضا عندنا تبليغ الشرطة إذا وصل الأمر يعني درجة لا يمكن علاجها، لازم يكون في تبليغ طبعا للشرطة. نعم. اليوم كيف بيقدر دكتورة سارة المجتمع المحلي وأولياء الأمور أنه يساهموا بمكافحة التنمر بالمدارس؟ اي نعم، جبتي حاجه مهمه جدا استاذه هدى، دور احنا ضروري، احنا ما نبغى بس الاداء في المدرسه، احنا نبغى دور العائله والمجتمع يكون ظاهر وباين، ولازم يكون له دور بارز في علاج هذه المشاكل. اغلب المشاكل وتعرضات للقتل، شباب صغار بالسن يضربون طالب فيموت بين ايديهم، اغلبها ترى كلها بسبب عدم التربيه في بدايه حياته. فلا لابد ان يكون في توعيه عامه في الاسره، توعيه عامه في المجتمع عبر برامج الله يعطيك الصحه والعافيه، برنامج هدى وهن، برامج اخرى داخل السعوديه، برامج اخرى داخل في الخليج. لازم نحن نوعي دائما الآباء والأمهات، نوعيهم حول أهمية العائلة وكيفية تعالج التنمر. أيضا عندنا التعليمية، المهارات التعليمية، المهارات الاجتماعية، لابد نحن نعلمهم داخل المجتمع كيف أنهم يتصدون لظاهرة التنمر. أيضا عندنا وضع حدود، أنا لازم العائلة تقول ابني هذه حدود أنت انتبه لها، لا تترك لأحد أنه في مجال أنه يتمادى عليك، لازم يكون السلوك مقبول، إذا كان غير مقبول أنت ضع له حد وطبق. أيضا كذلك دور المدرسة زي ما حكينا سابقا أنه لابد يكون في قوانين صارمة، لابد يكون في أخذ الموضوع بدرجة هامة جدا، لأن كثير مرت علينا في المدارس أنه تضرب البنت وتقع وتصير لها أصابة وبدأت المستشفى وبدأت تموت. نعم. كثير قصص مرينا فيها الله المستعان. فإحنا يفترض أنه يكون في توجيه توعية، بناء ثقة بالنفس، تعليم مهارات اجتماعية عشان أنا أبدأ
أشوف المجتمع وأعرف كيف أتعامل مع المجتمع ومع أفراده، لأن أفراد المجتمع مختلفين، فيهم المتربي صحيح وأنا مش متربي صحيح، فأنا أنا لازم يكون عندي حصانة. طبعا. طب أنا ما رح أختتم معك قبل ما أسألك، الختام خليه يكون حول اليوم الأهل اللي عم يسمعونا. شو الأشياء العلامات اللي إذا شافوها بولادهم لازم يعرفوا ويتأكدوا إنه في شيء غلط عم بيصير معهم داخل المدرسة، وصار وقت إنهم يتدخلوا ويحاولوا يفهموا شو عم بيصير؟ أحسنتي. في ثغرة في كثير من الأولياء الأمور إنها مو عارفين الثغرة، بأنه لو شفت ابني كذا أنا لازم أنتبه له، فهو يشوف ابنه مثلا أنه شديد، أو مثلا ابني هادي ما يسوي مشاكل. لا، هذا غير صحيح. لما ينعزل تجد أن الطالب أو ابني في داخل المنزل صار منعزل، أنا لازم أنتبه لهذه النقطة. صار يبكي أو يعصب، يرد علي بعصبية، أنا لازم أنتبه لها النقطة. يعني هو أساساً ما هو عدواني أساساً، ففجأة كذا صار يبدأ يصرخ، أنا هنا لازم أنتبه لهذه الأمور. العجلة، الصراخ، الغضب الغير مبرر، التلفظ بالأسباب، ممكن يعني يمكن يضرب أخته داخل البيت، يمكن يضرب أخوه داخل البيت، هذه كلها هذه أشياء أنا لازم أدقق فيها. وبعضهم ممكن يصير يشعر بالأحلام، عند يعني يحلم أحلام كوابيس أثناء النوم، فأنا لازم أنتبه لهذه النقاط. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة سارة المزاعل، الكوتش والمدرب، مدرب التطوير والاستدامة. إن شاء الله هذه المعلومات العامة حول التنمر تكون وصلت لمستمعينا ويكونوا استفادوا منها. شكرا جزيلا. الله يرضى عليك، يعطيك الصحة العافية، تشرفت بك أستاذة هدى. نحن بالأكثر أكيد، شكرا جزيلا.